بس يا ربي لو تمرق هالليلة على خير. ما حاجتنا نطعمي اللي عنا؟ كمان بدنا نطعمي اللي على الباب؟ هاتي هاد لشوف. لا تعزبي حالك انتي، انا بشتغل اساسا، هن على الباب بسببي انا. عن جد مالك حظ بهالدنيا يا مريم. العم نسينا. عيشة تعالي يلا حركي، تعي تعي خذي الغراض عني. خلص انا بوديهم. اي معلش شو عليه، نفسي لك شوي بس بترجعي بسرعه. ها الله يخليكي، اذا دري اخوكي بموتنا. ماشي ما يهمك، انا بوديهم وبرجع فورا. ايه ايه ليكن إجوا. ألف الحمد لله رجعت. الحمد لله على السلامة معلم. الله يسلمك كاظم. الله يسلمك. لا بقلك الأسود كتير يا درسانة. نورتوا يا آغا. تسلم يا كاظم. الحمام مثل النار، أنا بعرف ما بتحب ريحة المغفر. يسلموا مرمر. كيفك يا روحي؟ معلم في شي مهم. خلصت القصة؟ خلصت روحي خلصت. شوفي كتير كنت لا مو هون برا، كتير اشتقت لك. هلا ما في، بكره 7 الصبح بالمستودع، هو ما بفيق بكير، نحكي هنيك. لا كاظم، يعني مين بيقدر يلمسنا بالمخفر؟ ابي بيرضى؟ منيح، معناتها لروح انا. تصبحوا على خير. أهلين. تصبح على خير اغا. عادي روحي. أنا رايح على القهوة شوي، مواعد رفقاتي هنيك. لا امشي لكان، الله يجعلها مباركة وجوازة الدهر إن شاء الله.